قبل سنتين كنت في تجربة مع نفسي، أحاول أني أقوم الساعة 5 الفجر أكل وجبة خفيفة سريعة الامتصاص بشكل كبير مثل بروتين آيزو مع حبوب الفطور، وبعدها بنص ساعة أكون في الجيم بادي أتمرن. وفي البداية كل شيء مشى بشكل ممتاز، بس بعدها بدل ما أقوم الساعة 5 صرت أقوم الساعة 5:10، 5:15، تعرف أنام زيادة شوي، وهذا شيء سبب أني أبدأ تمرينة 10 إلى 15 دقيقة متأخر، وبالتالي كنت أتأخر على الدوام. وطبعا ما كان يعجبني أني أتأخر على الدوام، فسويت نفس الشيء اللي أي حد يحب التمرين كان بيسويه، قدمت استقالتي. لا أمزح طبعا، بس الحقيقة أنه هذا الشيء خلاني أبدأ أفكر في البحث عن طرق ممكن تساعدني في أني أبني عضلات أكثر في وقت تمرين أقل. فبحثت كالعادة وحصلت 4 طرق ممكن بالفعل تساعد في أنه الواحد يبني عضلات أكثر في وقت تمرين أقل، وهم هذه الطرق 4 اللي بخبرك عنها في هذا الفيديو. الطريقة الأولى هي تمرين عضلاتك بتكنيك اسمه الـ APS، وطريقة تمرين الـ APS شبيهة جدا بطريقة تمرين السوبر سيت مع اختلافات بسيطة بس جوهرية. في الـ APS راح تجمع تمرينين لعضلتين متضادتين، يعني مثلا البايسبس والترايسبس، أو مثلا الأفخاذ الأمامية والأفخاذ الخلفية، بحيث أنك تلعب الجولة الأولى أو الجلسة الأولى للعضلة الأولى اللي هي مثلا البايسبس، وبعدها تريح 30 ثانية إلى دقيقة وتروح تتمرن الجلسة الأولى لعضلة الترايسبس، وبعدها مرة ثانية ترتاح 30 ثانية إلى دقيقة وترجع لتمرين البايسبس، وهكذا إلى أن تخلص عدد الجولات أو الجلسات المطلوبة منك. وطريقة التمرين هذه ممكن تساعدك في أنك تبني عضلات أكثر في وقت أقل. دراسة في سنة 2014 جابت مجموعة من الأشخاص وخلتهم يلعبوا في المرة الأولى تمرين للأفخاذ الأمامية فقط، أما في المرة الثانية فخلوهم يلعبوا تمرين للأفخاذ الأمامية وبعدها تمرين للأفخاذ الخلفية بطريقة الـ APS. والدراسة شافت أنه المجموعة اللي تمرنت بطريقة الـ APS قدرت أنها تلعب تكرارات أكثر على نفس الوزن، وفوق هذا التشغيل العضلي للأفخاذ الأمامية كان أعلى مقارنة بلما تمرنوا تمرين للأفخاذ الأمامية فقط. بس هذا ما معناته أنك تروح وتلعب تكنيك الـ APS في كل تمارينك، خلي في بالك أنه هذا التكنيك ممكن ما يفيدك لما تلعب التمارين المركبة، خاصة لما تلعبها بأوزان عالية مثل السكواتس أو الديد ليفت أو البنش برس. في هذه التمارين تحتاج انك تاخذ فترة الراحة الكافية بدون ما تلعب تمرين اخر عشان تقدر تدخل الجولات التالية او الجلسات التالية بدون ما تنقص الوزن المطلوب منك. وبخبرك بعد شوية كيف ممكن تدخل تكنيك الـ APS والتكنيكات الاخرى اللي بتكلم عنها في هذا الفيديو ضمن جدول تمرينك، بس الحين خليني انتقل للطريقة الثانية وهي تطبيق تكنيك يعرف بالكونستنت تنشن او الشد المستمر. والشد المستمر عبارة عن تكنيك في التمرين تلعب فيه التمرين في نطاق حركي غير مكتمل، يعني بدل ما تنزل الوزن بالكامل وترفعه بالكامل راح تنزله بالكامل بس ترفعه إلى درجة معينة فقط بدون ما تكمل الحركة. وهذا التكنيك ممكن تستخدمه على التمارين اللي لما توصل في أعلى الحركة تبدأ تحس إنه الشد العضلي اختفى، ومن أمثلة هذه التمارين هو تمرين البول أوفر اللي تشوفه أمامك لعضلات الصدر. التمرين هذا بتحس فيه شد كبير على الصدر لما تكون في أسفل الحركة، بس لما توصل إلى أعلى الحركة راح تحس انه ما في شد على الصدر. وعشان كذا بدل ما تلعب التمرين بنطاق حركي كامل مثل اللي تشوفه امامك، تبدأ تلعبه بنطاق حركي غير مكتمل وتطبق تكنيك الكونستنت تنشن بالطريقة اللي تشوفه امامك، بحيث تنزل بالوزن بشكل كامل ولكن تصعد نص صعود بحيث انه الشد على عضلة الصدر يستمر على مدار الحركة. دراسة في سنة 2019 جابت 44 شخص من اللي صار لهم فترة يتمرنوا حديد وقسموهم الى مجموعتين. المجموعة الاولى خلوهم يتمرنوا تمرين السكال كراشرز للترايسبس باستخدام البار بمدى حركي كامل، انا هنا جالس اراويك التمارين باستخدام الدمبل لانه ما عندي البار في الجيم المنزلي. اما المجموعة الثانية فخلوهم يتمرنوا بتكنيك الكونستنت تنشن بحيث نزولهم كان كامل لكن صعودهم في الحركة ما كان كامل. والدراسة استمرت لمدة 8 أسابيع، وخلال الـ8 أسابيع هذه خلوا المجموعتين يتمرنوا نفس جدول التمرين. وعلى نهاية فترة الدراسة الباحثين شافوا ان المجموعة اللي تمرنت بتكنيك الكونستنت تنشن بنت عضلات اكثر في الترايسبس بنسبة 58% مقارنة بالمجموعة اللي تمرنت بدون تطبيق هذا التكنيك. بس خلي في بالك ولا تروح تطبق هذا التكنيك على كل التمارين، وخاصة الجزء السفلي من الجسم، لانه في دراسة اخرى تكلمت عنها في فيديو ماضي شافت انه التمرين بنطاق حركي كامل ممكن يساعدك في انك تبني عضلات الرجلين بشكل افضل مقارنة بتمرينهم بمدى حركي غير مكتمل. بس الحين خلينا ننتقل للطريقة الثالثة وهي الإطالة الثابتة بين جولات أو جلسات التمرين. وفي السابق وضحت لكم أن الإطالة الثابتة لمدة مستمرة من الزمن خلال الإحماء قبل التمرين
ممكن تضرك من ناحية القوة في الأداء، والأفضل أنك تطبق الإطالة الديناميكية. بس الإطالة الثابتة بين جولات أو جلسات التمرين ممكن تساعدك في أنك تبني عضلات بشكل أكبر، بشرط أنه هذه الإطالة ما تستمر لمدة طويلة وما تسبب لك أي ألم أو شد كبير جدا على العضلة، ولكن لازم تكون إطالة مدة 10 إلى 30 ثانية بشد متوسط على العضلة اللي جالس تمرنها. دراسة في سنة 2019 جابوا 29 شخص وقسموهم إلى مجموعتين. المجموعتين تمرنوا نفس جدول التمرين لمدة 8 أسابيع. الفرق الوحيد بين المجموعتين إنه المجموعة الأولى ما عملوا أي إطالات بين جلسات التمرين أو جولات التمرين، بينما المجموعة الثانية عملوا هذه الإطالات بين جولات التمرين. وبعد نهاية الثمان أسابيع الدراسة شافت إنه المجموعة اللي عملت الإطالات بنت عضلات أكثر مقارنة بالمجموعة اللي ما عملت الإطالات. بس الحين خلينا ننتقل للطريقة الرابعة، واللي تقريبا أقدر أضمن فيها إنك أول مرة تسمعها، لأنها مبنية على دراسة جديدة في سنة 2021 اللي هي هذه السنة. وهذه الطريقة هي إنك ما تستخدم الإنستغرام ولا الفيسبوك ولا تويتر 30 دقيقة قبل التمرين. الدراسة هذه اللي صارت في هذه السنة جابت مجموعة من الناس وقاسوا قوتهم بالسكوات على جهاز السميث، وبعد ما قاسوا قوتهم جابوهم مرتين مختلفتين. في المرة الأولى خلوهم يتصفحوا وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثة اللي خبرتكم عنها لمدة 30 دقيقة قبل التمرين، وبعدها راحوا يتمرنوا، والباحثين قاسوا قوتهم على نفس التمرين على نفس الجهاز. والدراسة شافت انه المشتركين فيها كانوا حاسين بتعب ذهني اكثر وما قدروا يكملوا حجم التمرين اللي كملوه في البداية، بس نفس الناس هذول لما جابوهم مرة ثانية وخلوهم يشوفوا فيلم وثائقي لمدة 30 دقيقة قبل التمرين ما تأثر أدائهم بشكل كبير مقارنة بالسوشيال ميديا. فإذا أنت من النوع اللي جالس على إنستغرام أو تويتر مباشرة قبل التمرين لفترات طويلة، بدل ما تشوف هذه الأشياء بإمكانك مثلا تشوف فيديو تحفيزي يخليك تتحفز للتمرين على أساس أنه أدائك يكون أفضل. وشخصيا لاحظت هذا الشيء على نفسي بحكم اني احط الكثير من المواضيع في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. لاحظت بالفعل انه لما افتح وسائل التواصل الاجتماعية هذه خلال التمرين في فترات الراحة بين الجلسات، لاحظت بالفعل انه وقت التمرين بشكل عام يزيد، وادائي او نشاطي او خلينا نقول حماسي للتمرين يقل تدريجيا. فصار لي كم يوم جربت اني ما افتح وسائل التواصل الاجتماعي لا قبل التمرين ولا خلال التمرين، ولاحظت انه المدة الكلية اللي استهلكها عشان اتمرن صارت اقل وتمريني صار بحماس أكثر. فقررت أني أستمر على هذا الوضع، وتلفوني شخصياً راح أستخدمه فقط لتسجيل تماريني، الأوزان والتكرارات، بالإضافة إلى اختيار الأشياء اللي أحب أسمعها خلال التمرين. بس كيف ممكن تدخل التكنيكات الثلاثة الأولى في جدول تمرينك؟ الإطالة واضحة وما يبيلها وشرحت لكم إياها. بس بخصوص تكنيك الـ APS، كل اللي عليك تعمله أنك تحدد حجم التمرين المناسب لك، وبعدها تقسمه على أيام الأسبوع بحسب اللي يناسب نمط حياتك، وبعد تشوف جدول تمرينك في الأيام اللي بتتمرن فيها وعين تمرينين ورا بعض يكونوا لعضلات متضادتين مثل الباي والتراي أو الفخذ الأمامي والخلفي أو الصدر والظهر، وطبق تكنيك الـ APS فيه. طبعا ما شرط أنك تطبقه إذا عندك الوقت الكافي أنك تتمرن، لكن إذا حاب أنك تخلص تمرينك في وقت أقل فممكن. أما بخصوص الـ Constant Tension فنفس الشيء، راجع التمارين الموجودة في جدولك وحدد التمارين اللي تبدأ تفقد فيها الإحساس بالعضلة في أعلى الحركة، وجرب أنك تلعبها بتكنيك الـ Constant Tension وشوف الفرق بنفسك. بس لا تطبقه أسبوع واحد فقط وخلاص، خليك مستمر عليه لمدة شهور عشان تشوف الفرق. وإذا تريد تستفيد أكثر من المحتويات الموجودة في هذا الفيديو، فلازم تشوف الفيديو اللي خبرك كيف تحدد حجم تمرينك وتقسمه على أيام الأسبوع، واللي حطيت لكم إياه هنا.